صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدا فقره رياضيه جديده لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون عامه للجسم، تدريبات نخسر بها وزننا، تدريبات الايروبيك. قبل هذا كله نبدا بالتي العضليه والمفصليه. نبدا بمفصل الرقبه للجانب، 1 2 3 4 5 6. اكتاف للخلف، 1 2 3 4 5. للامام، 1 2 4 5. جذع جانب، مرة على اليسار مرة على اليمين. ضروري نهيئ جسمنا تهيئة عضلية ومفصلية حتى نتلافى شر الإصابة. ورك جانب، يسار يمين، 3 4 5 6 7 8. ركبة للأسفل، نزول وصعود، 1 2 3 4 5. دائري للداخل، 1 2 3 4 5. للخارج، 3 4 5. قدم دائري، 1 2 3 4 5. بالعكس، 1 2 3 4 5. اليسار، 1 2 3 4 5. بالعكس، 1 2 4 5. هيئنا جسمنا تهيئة عضلية ومفصلية. راح نبلش بتدريباتنا. أول ما نبدأ راح نبدأ بالمسير بالمكان حتى نحرك دورتنا الدموية بصورة أسرع من الطبيعي. نتحرك طبعا، يفضل موسيقى ويا هذا التمرين او تكرارات عاليه، مو تكرارات قليله، مو 10 و20، اكثر من هذه التكرارات، او وقت نشتغل يعني 30 الى 45 دقيقه. ذراع للجانب، 1 اعلى، جانب اسفل، 1 2 3. مثل ما تشوفون ايدي تتحرك، رجلي تتحرك، جسمي كله يتحرك بهذه الطريقه. 1 2 3. نرجع اتحرك طبيعي، ارجع. طبعا هاي تكرارات اسويها مثل ما قلنا اكثر من 30 و40 تكراره، نعيد نفس التمرين. راح نسوي صعود نزول على المصلبه، اصعد انزل بصوره مستمره حتى نقدر نسوي لود اكثر على جسمنا. 4 5 6. نمد الذراع ويا الصعود، 1 2 3 4 5. نصعد ركبة مرة باليسار مرة باليمين ويا الصعود للأمام، 1 2 3 4 5. للجانب، 1 2 3 4. مثل ما تشوفون تمارين كلش بسيطة، بس تريد تكرارات عالية أو وقت نشتغل به أكثر من 30 أو 45 دقيقة. نرجع طبيعي نتحرك بمكاننا، هي نريح جسمنا، خلي الدورة الدموية ما ترجع بصورة طبيعية. ويا هذا كله لازم التزم مناهج غذائي معين خالي من السكريات والمعجنات حتى أوصل الوزن المثالي بأقرب وقت ممكن. شكرا لكم، وهذا عادل الزملاء في الاستوديو، في أمان الله.